أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين كلامنا حول حدوث الأسماء وكنا في حديث عن الامام الصادق عليه الصلاه والسلام يبين الامام ان الله سبحانه وتعالى خلق اسماءه لكي تكون واسطه بينه وبين الناس يدعونه بها فهذه الاسماء سواء المكتوبه حينما تكتب مثلا خالق رازق رحمن رحيم هذه الكتابة مخلوقة، حينما تنطق بهذه الألفاظ، هذه الألفاظ أمواج هوائية صوتية هي مخلوقة، فهذه الألفاظ تدل على معاني، وتلك المعاني لها وجود ذهني، يعني حينما تسمع أنت كلمة الرحمن الرحيم، في ذهنك يتكون معنى ومفهوم هذا المعنى وهذا المفهوم ليس هو الله سبحانه وتعالى لأن الله لا يحد في الأذهان وما جاء في الأذهان لم يكن موجودا ثم بعد الغفل عنه أو الالتفات إلى شيء آخر يزول والله سبحانه وتعالى قديم وأبدي ليس له خالق وليس له نهايه، ليست له بدايه، فلا يمكن ان يكون هذا المعنى الذي ينطبع في الاذهان هو الله سبحانه وتعالى، بل هذه المعاني تشير الى الذات المقدسه، يعني بمعنى اخر ان هذه الاسامي هي حجاب بين الناس وبين الله سبحانه وتعالى لأنه لا يمكن للناس أن يدركوا وأن يصلوا إلى حقيقة كنه ذات الله سبحانه وتعالى فالله خلق هذه الأسامي لكي يدعوه الناس بها ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها شاطر من الحديث الشريف مر في الجلسة الماضية وبحثنا في هذا اليوم حول الشطر الثاني لهذا الحديث الامام الصادق عليه الصلاه والسلام يقول لم يتكون فيعرف كينونيته بصنع غيره او بصنع غيره نحن في كثير من الاحيان نعرف العلل عن طريق معرفة معاليلها، أو نعرف المعاليل عن طريق معرفة علتها، وهذا ما يسمى في علم المنطق ببرهان الإن أو برهان اللم، يعني مثلا أنت من بعيد ترى دخانا فهنا تنظر إلى المعلول، فحينما رأيت الدخان تعلم بوجود نار سبب لهذا الدخان، فأنت من المعلول الذي هو الدخان انتقلت إلى العلة التي هي النار، وبعض الأحيان بالعكس يعني من بعيد ترى نارًا فحينما ترى نار تعلم بأن أطراف النار توجد حرارة، يعني أنت من رؤيتك للعلة انتقل ذهنك إلى وجود المعلول لأنك تعلم أن الحرارة هي معلول للنار فإذا في بعض الأحيان الإنسان ينتقل من العلة إلى المعلول وبعض الأحيان ينتقل من المعلول إلى العلة تارة الانتقال في أصل الوجود وهذا الانتقال في أصل الوجود يعني أنت حينما ترى دخانًا تعلم بوجود النار، اصل وجود النار، أو ترى ناراً تعلم بوجود الحرارة، هذا الأمر وهذا هذه الطريقة في البرهان، هذه بالنسبة إلى معرفة وجود الله سبحانه وتعالى موجودة، يعني نحن نرى الكون ونرى النظم في هذا الكون، فعقلنا يرشدنا إلى وجود خالق. لهذا الكون وانه لا يعقل ان تكون هذه الماده موجوده بالصدفه كما ان عقلنا يرشدنا الى الخالق حينما يرى النظم الدقيق والقوانين الدقيقه المودعه في هذا الكون فهذا انتقال الى اصل الوجود انت ترى المعلول وهو هذا الكون والنظام الموجود في هذا الكون وذهنك وعقلك يرشدك الى اصل وجود الخالق، نعم، هذا الامر بالنسبه لله سبحانه وتعالى من البراهين العقليه التي يستدل بها العقلاء وقد وردت في الايات الشريفه ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات ولكن بعض الأحيان الإنسان من معرفته للمعلول ينتقل ذهنه إلى معرفة المعرفة التفصيلية للعلة ويعرف حقيقة تلك العلة يعني حينما أنت ترى النار يصير حينما ترى الدخان ينتقل ذهنك إلى النار وتعرف وجود نار هناك وتعرف حقيقه تلك النار لكن بالنسبه لله سبحانه وتعالى هذه الكيفيه من المعرفه غير موجوده لماذا لانه نحن عن طريق معرفه المخلوقات نعلم بوجود خالق لها ولكن حقيقه ذلك الخالق لا ندري لاننا لا نعلم حقيقه وجود الله سبحانه وتعالى وكونه ذاته، نعلم بانه موجود لكن لا نعلم حقيقة تلك الذات، حقيقة تلك الذات، لماذا؟ لان الانسان معرفته بالاشياء انما يكون عن طريق المقايسه او عن طريق الاحساس بالشيء. أو عن طريق الإدراك العقلي لذلك الشيء، يعني مثلا الطفل الصغير لا يعلم بأن النار حارة، مرة يضع يده على شيء حار فيحترق، مرة ثانية يضع فيحترق، فيلتفت عن طريق الإحساس بأن النار حارة، بأن النار محرقة، فيدرك هذه الحقيقة لماذا؟ لأنه أحسها، وهذه أول طريقة لإدراك الإنسان للحقائق. بعض الأحيان يقيس شيء بشيء، يعني أنت تدرك أن الشمس لها وهج ولها حرارة. النجوم حينما تعلم بانها كالشمس لان الشمس هي نجمه من النجوم لكن لقربها لنا نراها ونشعر بحرارتها اما النجوم الاخرى لبعدها يعني اقرب نجمه الى الارض مسافتها اربع سنوات ضوئيه كما يقول علماء الفلك المسافة بين الأرض وبين الشمس ثمان دقائق ضوئية فأقرب نجم لدينا لنا أربع سنوات ضوئية الفاصلة لذلك لا نشعر بحرارتها ماكو إحساس بالحرارة ولكن نعلم بأن هذه النجوم لها ضياء ولها حرارة بالمقايسة يعني نقيسها بالشمس لاننا ادركنا حراره وضوء الشمس نقيس تلك النجوم بالشمس لمعرفتنا بان تلك النجوم كالشمس. انت تقيس شيء على شيء لمعرفتك بتساويهما من جهه من الجهات، زين. هل يمكن ان نقيس شيئا بالله سبحانه وتعالى؟ او نقيس الله سبحانه وتعالى بشيء حتى ندرك حقيقه كنه ذات الله؟ كلا، لأن الله ليس كمثله شيء، جميع ما نشعر به هذه محسوسات، والله سبحانه وتعالى ليس جنسا من جنس المادة، الله سبحانه وتعالى ليس بمادي مجرد عن المادة، ليس كمثله شيء، فلا يمكن أن نقيسه بشيء حتى ندرك حقيقته، وكذلك قوى الادراك الباطنيه للانسان عقل الانسان وهم الانسان الخيال العلمي مثلا الموجود في الانسان ايضا هذا مدى محدود ولذلك الانسان قواه الادراكيه العقليه هذه باستمرار قابله للنمو لم يكن يتصور شيئا ثم بدا يتصور ذلك الشيء ولكن مع ذلك قوى الادراك الانسان ايضا محدوده حتى وهم الانسان الخيال الموجود للانسان ايضا محدود انتم اذا مثلا شاهدتم افلام الخيال العلمي مثلا افلام الخيال العلمي هناك تخيلات تساق بشكل أفكا أف افلام تنتج بشكل افلام، اذا تلاحظوها تشوفون هذا الخيال ايضا محدود، يعني الموجودات التي مثلا بالخيال تصنع كانها موجودات من الفضاء، هذه الها شبه بالانسان او شبه بالحيوانات، يعني الانسان حتى في خياله يجي للمقايسه. فاذا قوى الادراك الباطنيه ايضا محدوده. فلا يمكن ان تدرك حقيقة ذات الله سبحانه وتعالى زين الان نجي الى الاسماء وبحثنا حول الاسماء هذه الكتابه التي تكتبها انت تكتب راء حاء ميم نون او تكتب الف لام لام ها. هذه الكتابه لها شبيه هذه الكتابه مصنوعه هذه الكتابه لم تكن موجوده ثم كانت ثم بعد ذلك يمكن ان تمحى وكذلك الالفاظ وكذلك الوجود الذهني فهل يمكن ان تكون هذه الاسماء هي الله سبحانه وتعالى او متحده مع الله سبحانه وتعالى كلا الامام عليه الصلاه والسلام في هذا الكلام يشير الى هذه الحقيقه الامام يقول لم يتكون يعني الله سبحانه وتعالى لم يخلق هو خالق وليس بمخلوق الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق لم يتكون فيعرف كينونة كينونيته بصنع غيره او بصنع غيره حتى نحن نقيسه بسائر المصنوعات المخلوقات فنقول ان الله سبحانه وتعالى مثلا كهذا المخلوق والعياذ بالله ليس كمثله شيء ثم ان الله سبحانه وتعالى ليست له نهايه حتى يمكنك ان تحصره في وجودك الذهني او الوجود العقلي عقل الانسان له نهايه انت لا يمكن ان تحصر وجود الله سبحانه وتعالى في كتابه وتقول هذه الكتابه هي عين الله او هذه الالفاظ هي عين الله سبحانه وتعالى، كذلك لا يمكن ان تحصر وجود الله سبحانه وتعالى بعقلك او بخيالك، يعني قوى الادراك الباطنيه. الى هذه الحقيقه الامام عليه الصلاه والسلام يشير في المقطع الاخر، يقول: ولم يتناه الى غايه الا كانت غيره. هذا الاستثناء منقطع. الله سبحانه وتعالى ليست له نهايه، ليست له غايه، الغايه يعني نهايه الشيء. حينما انت مثلا تقول اريد ان اسافر، يقال لك ما هي غايتك من السفر؟ تقول غايتي من السفر مثلا الوصول الى البلده الفلانيه او غايتي بمعنى غرضي مثلا التجاره. فالإنسان حينما وصل إلى تلك البلدة يكون نهاية المطاف الله سبحانه وتعالى ليس له غاية حتى يكون محدودا حتى يمكن حده بقوى الإدراك الباطنية لذا لم يتناهى إلى غاية إلا كانت غيره يعني أي شيء أنت تتصوره تتصوره وله نهاية فهو ليس الله سبحانه وتعالى فما في ذهنك الآن حينما تسمع كلمة الله ما في ذهنك هل ما في ذهنك هو الله؟ لا لأن ما في ذهنك محدود مفهوم وهذا المفهوم لم يكن موجودا ثم يزول والله سبحانه وتعالى ليس بمحدود نعم ما في ذهنك يشير إلى الوجود الخارجي كما أنه نحن حتى في الأمور المادية حينما أني أذكر لفظ زيد أقول زا يا دال زيد هل هذا اللفظ هو نفس زيد؟ لا. أنت في ذهنك ينطبع مفهوم، هل هذا المفهوم اللي في ذهنك هو نفس زيد؟ لا. وإنما المفهوم اللي في ذهنك يشير إلى زيد. هذا إذا كان في الماديات كذلك فبطريق أولى أن الشيء الذي في أذهاننا ليس هو الله سبحانه وتعالى. بعد ذلك الامام حينما يبين ان الاسم غير المسمى اسماء الله تدل على الله وليست هي الله سبحانه وتعالى، يقول هذه الحقيقه التي لم يدركها كثير من منتحلي الاسلام، حيث زعموا ان الاسم عين المسمى وان الله سبحانه وتعالى هو هذه الاسماء وهذه الاسماء هي الله سبحانه وتعالى. الامام يقول هؤلاء مشركون في الواقع لانهم اشركوا بالله ما ليس هو الله سبحانه وتعالى لان حينما يزعم ان هذه الاسامي هي الله سبحانه وتعالى فاما يقول بالتركب فهذا هو الشرك بعينه واما يقول ان هذه الاسماء هي الله دون الذات فهذا الكفر بعينه الامام يقول لا يزل من فهم هذا الحكم يعني هذه الحقيقه التي بيناها لك في هذا الكلام اذا واحد علمها هذا الانسان ما يزل في مسائل التوحيد مثل كثير من منتحلي الاسلام وفي بعض النسخ لا يذل من الذل لان الانسان اذا اشرك هذا يكون ذليل في الدنيا والاخره فنتبع اياتك من قبل ان نذل ونخزى فالذي يشرك الله يذله في الدنيا والاخره الامام يقول لا يذل بناء على هذه النسخه من فهم هذا الحكم هذا الحكم يعني ان اسم الله سبحانه وتعالى ليس هو الله وانما يدل على الذات وهو التوحيد الخالص، هذا هو التوحيد. لا التوحيد المجسّمة، يعني هناك مثلا فرق كالوهابية، هؤلاء مشركون في الباطن، لأنهم مجسّمة. هؤلاء يعبدون غير الله سبحانه وتعالى، لأنهم يتصورون ذاتاً لها يد حقيقية، لها عين حقيقية، لها رجل حقيقية، تدخل هذه الرجل في نار جهنم يوم القيامة، زين؟ ترى في يوم القيامة. فيتصورون ان هذه الذات هي الله هذه ليست هي الله هذا صنم صنعوه في اذهانهم فيعبدونه وهم يتوهمون انهم يعبدون الله سبحانه وتعالى فهم في الباطن مشركون وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون والسبب في ذلك ان الرسول صلى الله عليه واله ترك في امته ثقلان الكتاب والعتره هؤلاء تركوا العتره زين فاخذوا بالكتاب وحده وفسروا الكتاب بتفسير باطل لان مفسر الكتاب هو الرسول صلى الله عليه واله وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ثم بعد ذلك بعد الرسول علم الرسول عند اهل بيته واهل البيت عليهم الصلاه والسلام بينوا معاني الايات المتشابهه. الايات المحكمه زين ظاهرها يفهمها كل من يعرف اللغه العربيه الفصحى. لكن الايات المتشابهه بحاجه الى الراسخين في العلم لكي يفسروا تلك الايات المشابهه ويبينوا المقصود منها. زين الراسخون في العلم هم هم اهل البيت عليهم الصلاه والسلام. لأن الرسول قرنهم بالقرآن وأنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض فإذا أنت أزحت أهل البيت عليهم الصلاة والسلام فجئت إلى الآيات المتشابهة في القرآن الكريم تفسرها تفسيرا باطلا فيفسر مثلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة يفسر ناظرة يعني أنه ترى ربها مثلا من النظر بمعنى الرؤية مع أن آية متشابهة هذه الآية بحاجة إلى الراسخين في العلم ليبينوا لك أن هذه الآية تفسيرها في آية أخرى لا تدركه الأبصار تلك الآية المحكمة ليس كمثله شيء تلك الآية المحكمة على كل حال فإذا الإمام عليه الصلاة والسلام يقول هذا هو التوحيد الخالص لا الذي يتصور أنه موحد ويتهم الموحدين بانهم مشركون والحال ان المعادله بالعكس هو مشرك باطنا ويتهم الموحدين بالشرك طبعا هذا معناه ليس ان من تشهد الشهادتين هو كافر في الظاهر كلا نحن نقول ان كل من تشهد الشهادتين يجري عليه احكام الاسلام في الظاهر حتى المنافق يعني الذي باطنه كافر وكذبا يظهر الشهادتين المنافق ايضا محكوم بالاسلام ظاهرا لذا تؤكل ذبيحته ويتناكح معه ويدفن في مقابر المسلمين وما الى ويتوارث هو وسائر المسلمين هذا امر يرتبط بتشهد الشهادتين طبعا تفصيله مذكور في الكتب الفقهيه نعم في القيامه الذي لم يكن موحدا باطنا هذا يحشر مع الكفار لذا المنافق ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار وفي تفسير هذه الايه الله يستهزئ بهم ورد في تفسيرها انه طريقه الاستهزاء هو انه يتعامل معهم في الدنيا معامله المسلمين وفي الاخر وفي الاخره يتعامل معهم معامله الكفار. فالامام عليه الصلاه والسلام يقول: وهو التوحيد الخالص، هذا هو التوحيد ان الاسم غير المسمى. انت اخذ هذه الحقائق التوحيديه من منبعها الصافي. وهم اهل البيت الذين اخذوا علومهم من جدهم رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل البيت أدرى بما في البيت بعد ذلك الإمام عليه الصلاة والسلام يقول فرعوه وصدقوه وتفهموه هذه مراحل ثلاثة المرحلة الأولى التصور يعني أنت لا يمكنك أن تذعن بحقيقة إلا إذا تصورتها فهذا الامام عبر عنه فافهموه الفهم تصور الحقيقه يعني انت افهم معنى ان الاسم غير المسمى هذا الامر الاول الامر الثاني التصديق يمكن الانسان يتصور شيئا لكن لا يصدقه لا يذعن به مثل ال فرعون الايه تقول وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم يعلمون بانها هي الحقيقه لكنهم لا يذعنون لها، لا يصدقونها، يرفضونها. فالشيء الاول التصور، الشيء الثاني التصديق. يعني انت افهم هذه الحقيقه اولا ثم تقبلها. المرحله الثالثه الرعايه، الرعايه بمعنى الحفظ والمواظبه، لان كثير من الاحيان الانسان يتصور حقيقه. ويذعن بتلك الحقيقه ولكن بالتدريج رايه يتغير. في الايه الشريفه حول المنافقين الله سبحانه وتعالى يقول: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم. ورد في التفسير ان هؤلاء حينما جاءوا الى الرسول صلى الله عليه واله وتشهدوا الشهادتين الله سبحانه وتعالى بتشهدهم التشه الشهادتين يفيض النور على قلوبهم لكن حينما نافقوا هذا النفاق يسبب سلب هذا النور عنهم كالذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله صار ضياء مثل هذا حينما يتشهد الشهادتين الله سبحانه وتعالى يفيض عليه النور فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وفي آية الكرسي أو ما بعد آية الكرسي والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات النور الذي كان بسبب الشهادتين او نور الفطره هؤلاء يسلبون هذا النور منهم باغوائهم فالى الظلمات فالمرحله الثالثه الرعايه يعني انت عندما صدقت بحقيقه تصورت حقيقه صدقت بها حاول ان ترعى هذه الحقيقه لكي لا تزول عنك لذا احنا مثلا في الصلاة في كل يوم نصلي الصلوات الخمس عشر مرات نقرأ سورة الحمد أقل تقدير في كل يوم من الآيات اهدنا الصراط المستقيم زين احنا الآن مهتدين إلى الصراط المستقيم إلى الصراط المستقيم لماذا نكرر هذه الآية والله سبحانه وتعالى أمرنا بتكرارها بل في بعض الروايات أن بعض الأئمة عليهم الصلاة والسلام حينما كان يصلي الصلوات المستحبة، بل لعله الصلوات الواجبة كان يصل إلى هذه الآية اهدنا الصراط المستقيم يكرر هذه الآية سبعين مرة تكرار الآيات في الصلاة لا بأس به ما إشكال الجمع بين سورتين لا يجوز فيه الصلوات الواجبة أما تكرار آية من الآيات ما بيشكل. لماذا؟ لأنه أنت الآن في صراط مستقيم لكن هناك شياطين الإنس وشياطين الجن يحاولون إغواءك يحاولون أن يصرفوك عن الطريق الصحيح. فلذلك تدعو دائما لكي تبقى على هذا الطريق مستقيم أو الطريق المستقيمة لكي لا تنحرف الإمام عليه الصلاة والسلام يقول فرعوه وصدقوه وتفهموه بإذن الله هذا هم يقول الإمام بإذن الله لماذا يقول بإذن الله لأن الهداية هي من الله سبحانه وتعالى كما أن الضلال منه الاضلال منه ولكن الله حكيم يهدي الشخص ال الذي هو قابل للهدايه والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم اما الذي ليس هو قابل للهدايه الله سبحانه وتعالى يظله إن الله لا يهدي القوم الفاسقين فهو فسق يعني خرج عن الطاعة فالله سبحانه وتعالى لا يهديه الشخص الكذاب زين الشخص اللي يرتاب الشخص الظالم الله ما يهدي بسبب فعله أما الإنسان إذا أوجد القابلية في نفسه الله ايضا يفيض عليه الهدايه فلذا الامام يقول باذن الله لان الهدايه من الله سبحانه وتعالى فانت اوجد في نفسك القابليه حتى الله سبحانه وتعالى يهديك فاذا تلخص ان الاسم غير المسمى واسماء الله سبحانه وتعالى انما خلقها الله سبحانه وتعالى لكي يعرفه الناس بواسطة تلك الاسماء. وليست تلك الاسماء هي عين ذات الله سبحانه وتعالى، من زعم، الامام يكمل الحديث، من زعم انه يعرف الله بحجاب او بصورة او بمثال فهو مشرك اذا واحد يتصور ان هذه الاسامي هي عين ذات الله او متحدة مع ذات الله سبحانه وتعالى. سواء بكتابه اللي هي صوره او بمثال الالفاظ اللي تتلفظ لها مثل زين هذا الانسان مشرك فمن زعم انه يعرف الله بحجاب هذه الاسامي التي هي حجب او بصوره او بمثال لانه كما ذكرنا ان هذه الالفاظ وهذه الكتابات لها شبيه ولها صوره زعم أنها عين الله أنها عين الله سبحانه وتعالى فهو مشرك لأن حجابه ومثاله وصورته غيره هذه الصورة هذه المثال هذا الحجاب هذه أسماء لله وليست هي الله سبحانه وتعالى وإنما هو واحد متوحد الله سبحانه وتعالى واحد يعني لا ثانية له متوحد يعني المتفرد الذي لا يشاركه غيره في ذاته أو في فعله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للمعرفة الخالصة وللتوحيد الخالص هذا وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين <applause>